الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد له الحمد وله الملك وهو على كل شيء. وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له الحمد وهو على كل شيء صالح صالح عبد الله الشهراني، محمود فلاح، خلاص صلاة الظهر. مرحبا. السلام عليكم. السلام معك سرور الروقي طال عمرك. نعم. يا صامل الوقفة ترى راسك علم، ولا بدنا بجلتنا. السلام عليكم، مساكم الله السلام. بالخير. أستاذ سعد الدوسري، مرحبا. حياك الله أخوي، كيف الحال؟
يقول لك يا سعد، اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساءكم جميعا، حياكم الله احبابي واعزائي. اليوم معنا الموهوب سعد الدوسري. سعد الدوسري عنده مواهب كثيره ما شاء الله تبارك الله، ومنها الكتابه على الورق. عنده الدرر ينزلها يعني من اصبعه ما شاء الله تبارك الله، في هذا الدفتر يطلع درر، فجاه كذا تطلع درر. فكيف لو كان في لسانه ينطق ويتحدث لنا في الدرر ويمتعنا بأمور كثيرة. فمرحبا ومسهلا فيك أخوي سعد الدوسري، حياك الله ومرحبا. حييك يعلم الله أنك شرفتنا وسعدتنا، وأنت من الناس المميزين اللي ودنا يعني من زمان أنك تكون عندنا، فأشو أنك أعطيتنا الفرصة أننا نجيبك. طال عمرك. الله يسلمك. ممكن تعطينا موهبة من مواهبك سعد الدوسري؟ طبعا سعد، انت مشارك في برنامج حياتك. نعم. متسابق رقم التصويت 9 صحيح ولا لا؟ صحيح. حسنا. طيب اخوي سعد، ممكن انا سمعت يعني الشيء المشهور لك اللي هو اسم للاطفال، وما شاء الله كلنا نحب الاطفال، اللي هو اسمه القرقور، الدمية اللي اسمها قرقور، صحيح؟ صحيح. ممكن تتحدث عن قرقور شوي، تعلمنا يعني وش قرقور؟ والله هو كاركتر مخليه في جانب كوميدي توعوي للاطفال. و السلام عليكم. السلام عليكم. دقيقه، طال احمد طبخ. ايه حلو. طيب وش الفكره، شلون جبت هذه الفكره والاسم؟ يعني الاسم مكون من ايش استاذ سعد؟ لحظه، الفكره والاسم، يعني وش اللي خلاك تقول قرقور يعني استاذ سعد؟ ابي المذكره. او طال عمرك محاض، ها قاعد نقدم مع اسف. انا حياك الله اخوي احمد، شرفتنا وسعدتنا اخوي احمد. شرف طال شرفه. ما شاء الله تبارك الله، انت احمد مدرسه في حياتك، يعني انت اكاديميه لحالك. الاكاديميه هي المغرب، لكن انت بكل وقت اكاديميه طال عمرك. الله يسلمك. تفضل اخوي سعد، وش السبب باسم قرقور؟ وش كانت المناسبه؟ الاطفال وحسيت اني راكب عليه الاسم يعني. قرقور. اي قرقور تواجد. اي يعني هي جايه من القرقره يعني. من كثره السوالف. نعم. حلو حلو حلو. تفضل عندك مشاركه. تفضل. لا بس باخذ مذكره بس مال البرايمات الاول دروس الاولى، لان بس باخذ نبذه ونبذها بدروس. دروس بس احنا نبحث فيها انا ويا وليد، عندي فيها نقص ووليد قاعد الحين يكملها. شلون؟ هذه المشكله. وليد الشمري انتظره بس يخلصها. يعني عندي كلام موجود مختلف عن الكلام اللي في الاسئله، ما ادري ايش الخلل فيه. وحين وليد انا قلت له قال العصر بشوف لك الفرق فروقات، عشان كذا انا اقول لك ما ودي انك هذا. هي اول واحده. على طاري هذه الاسئله في البرايم، سمعت انها بتكون 5 جولات صح؟ 5 اسئله. اي 5 جولات صحيح. زين، في ما لو انه مر عليك سؤال ما عرفته تقدر تحوله حق رفيجك الثاني صح؟ ليأخذ اي واحد لك 50% والباقي له. 50-50. اي مع الشباب الموجودين معك في الطاوله زي ما تقول. اي واحد نفس القوه الثانيه يعني. مثلا انت سعد مر علي سؤال انا ما عرفته. اي لا مو قوه، زي مسابقه من القوه الثانيه، ولا انا احاول اختار حق شخص فلاني. لا مسابقه القوه الثانيه ما في قوه لا ثانيه. لا ما لها شغل، تحطها بنص نفس النظام يعني، تقول تجاوب ولا تحول السؤال زي كذا. عرفت من يبي السؤال؟ عرف فايده. زين اذا جاوب واحد غلط يخصم علي؟ ما ادري. لا 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 ما يخصم عليك، يجي صفر. ما ادري صراحه ايش الاليه هذه. اكيد مني انا صفر يجيك. ما يجيك شيء يعني تروح. طيب عليك. ثم النتائج تعلن في نفس الليله؟ لا هنا ما ادري والله. لا مستحيل، لانه يعلنون وانت بالنهايه هي اللي تبتحدد. ما يعلنون عنها شيء. الحين سفرتنا يوم الاثنين. يوم الاثنين. الثلاثاء بتكون ان شاء الله بخير، اذا لنا لقمه في الحياه. الثلاثاء بتكون البرايمات صح سعد؟ والله ما ادري. لا السبت البرايم. ما ادري، اخاف افتيك في امر وروح فيها. من قال؟ الجاي هو الاخير، بعده خلاص تروح تسافر تجي جاهز لهذا شو اسمه؟ حفل البرايم. ايه الحفل يبي لك قبله يوم. انا احس ان البرايم بيكون قبل ما اسافر. لا نفس اللي صار بزد رصيدك يا اخي، السبت اعطوهم البرايم، يوم الاربعاء طبقوا هذيك. صح؟ اي والله هذه. والله ما ادري. انا خبري يا اخوك قبل اللي يسمونه؟ قبله بيوم. لا بزد رصيدك كذا، ما ادري عاد. اوه
أنا عندي استعداد أحفظ، ما عندي مشكلة، لكن صيغة الأسئلة اي مش واضح نفس الصيغة يعطونا إياها؟ ما أدري يا رجل، هذا اللي قالوا نفس الأسئلة اللي كانت موجودة، مو راح تكون نفس الصيغة، بتكون اختيارات كلها، يعني كلها بتكون خيارات؟ اي بتتغير، اي ما راح يكون أسئلة تعبر. طبعا هذا شيء أكيد ولا؟ هذا اللي سمعته يعني من يوم سألتنا. لا أهم شيء ما تطلع عن 250 سؤال ذلين. اي تمام، ويعطيك السؤال ويعطيك الخيارات عليه. اتوقع خيارات، لا ما ادري والله، نسبه انه خيارات لانه هي في حذف وما ادري وش، وهذا ما تبغى. هذه الاول المحاضرات هنا، بس ترى بعض المعلومات عندي متغيره عن الاسئله، ما ادري شلون، وعند محمود وعند وليد متغيره، نبي نراجعها، بس عشان كذا انا معي الاوراق هذه. اذا كذي خلينا نقعد ثلاثه هنا، اشوف ما ادري، هو مشكله هم، انا افضى وقته وما يفضى وقته زي كذا، فانا اشوف اللي عندي احط ملاحظات واعطيه هي اذا خليت برجعها عشان عاد نصور للشباب. يعني كنا فريق دعمي سووا صح؟ ادري هلا صح هلا هلا هذا وليد جاء تعال تعال. طبعا اليوم ضيفنا جاي الموجود معروف وليد الشمري، حياك الله وليد الشمري، يا مرحبا حياك الله، شرفتنا طال عمرك. عندي المتسابق، عندي المتسابق سعد والمتسابق احمد، بيسالونك عن طريقه الاختبار وطريقه الاسئله وين اثار الحادثه. تفضل طال، تفضل طال عمرك، قاعد قاعد تعال، تفضل طال عمرك. شنو؟ حاول انك ما تجيب طاري سؤال يطرح نفسه في يمردغ روحه في التراب. الحين ما بيطلع الاسئله هذا لان لا، وكل الاسئله اختيارات، حتى أكيد السؤال خيارات تي اي على الكلام اللي وصلني اختيارات. From where you take this big boss. Think the big boss. Yes. نبي يكون على كل سؤال خيارات. كل سؤال خيارات وما يطلع من أسئلة البرايمات. سعد. سم. دافور. وشو؟ الدافور. دافور الهنت. اسمع. قاعد أكتب حقت المنظم. شفت حقت علي الكالتيمي؟ إيه شفت الحين جمعي هذا هي. خلاص خلصته؟ لا والله طول الحين قاعد منه. بقراها الحين بس خليني اخلص، بس عندي يوم السبت بعد السلة، وعندي يوم الثلاثاء ما كتبته حقات الغياب والمسجد والاكاديميات والاشياء دي. اليوم في مسابقه قوه ثانيه بعد؟ ايه في يا اخي بتهنى والله بفواز. فواز قوتك سوى راه ثلاث مرات ما شاء الله، ثلاث اسابيع مع بعض. ايه ما شاء الله، ربي رزقني بسعد الدوسري، الله يرزقني بولده مثل صلاحه ان شاء الله. ما شاء الله، يا ربي يا ربي لا تغير علي يا رب. تخيل عاد الاسبوع هذا، الله يصب يا ربي يلغونا هالاسبوع، الله يصبركم يا اخوان، هذه منافسه فلازم تقول الحمد لله على كل حال. عاد هذا اهم شيء الاسبوع هذا. لا والله كلهم مهمين، بس هاي قلتهم العبره بالخواتيم بعد. اي يعني مثلا انت اوكي نقاطك ولا شيء كذا تنحاس الاسبوع هذا، مشكله كبيره، مشكله يعني انت ما انت فاضي تذاكر الاسبوع هذا ولا تصحي ولا ايش تسوي، ولا تصحي نفسك. طبعا وليد الشمري اعرفكم عليه، جاينا سفير من وقف ام الحنونه. وش تقول الوقف في لعبه اليوم العصر ان شاء الله؟ لان الوقف يطلب منك تصريح خاص. تفضل. العصر اليوم ان شاء الله راح يكون في لعبه جميله ان شاء الله. اي والله يا اخوك نبيك. طيب تشويقيه ممكن؟ شلون؟ تشويقيه لا 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 العصر لعبة كذا احنا جالسين هنا حلو. العصر يعني صامر صامر الوقفة ترى راسك عالم معروفة هذه للمنشد سرور فوقي. وش وضعك انت هنا؟ زي اللي معطل هذوليك حقين خامس سادس ابتدائي معطلين بدري، هذول حقين الثانوي. لا احنا تو تبدا اختباراتهم النهائية. لا احنا اللي متخرجين وندور الوظائف، عرفت؟ فانتم للحين يعني اللي يوصلنا مواصل يوصلنا نعتبر ونرجع. هل الشاحن متنقل له اضرار؟ يتلف البطارية يقلل من عمر البطارية. أيه. مش عمل عمر أو يقلل من عمل البطارية. تحكم في شاحن البطارية سبب أنا عشان كذا سؤالي يعني أنا. طب شوف هذا علي الكلثمي الله يجزاهم خير الدعم حقه طبعين نفس الأسئلة. أوكي زين، عشان كذا محمد الله يبيض وجهه. أيوة. قاعد يشوف السؤال هنا وهنا. أخوي سعد عشان في اختلافات، والله لقيت كذا اختلاف. شوف أخوي في بعض سعد. الأسئلة شوف مثلا تلقى السؤال هذا، انا حتى فريق دامي قالوا لي ارسلوه ولا مرسول اطبع عشان اتاكد مره يصير ثالثه ثابته. مثل السؤال هذا الثاني، الانسان من عمر السنه الى 18 سنه كم يتلقى رساله سلبيه؟ قال كامل صح. وشو كامل فريق الدعم؟
إيه مشكلة في أربع أسئلة وثلاث أسئلة ما هي موجودة في الدفتر. والله فريقي ما شاء الله قال. لا فريق الدعم قال كامل ووصلت وصلت الحمد أخوك. أكلم الإعداد عشان أتواصل وياهم. شوف هنا الإنسان من عمر سنة 18 سنة كم يتلقى رسالة سلبية؟ تذكر الرقم؟ 50 إلى 150 ألف. بس لحظة دقيقة، بالمحاضرة كان 148 ألف. دعم علي الكلثي مين مخلين هذا فاضي؟ دليل ان السؤال هذا كان عليه خلاف بالبراين. فانا وش سويت؟ الاسئله اللي زي كذا وابو محمد يسوي نفس الحركه يحط عليها نجمه، يعني تقريبا الاسئله عليها خلاف يمكن 5 أسئلة نراجعها مع الاعداد. اي شوف السؤال هذا اللي صار عليه مشكله بالبراين، شوف مثل هذا، كم تحتاج الى مرجع لتصبح شخص مميز في حياتك؟ هذا سؤال بدون خيارات، حاطين الجواب تحديدا الميول والقدرات، كاتبين هنا كاتبين وش صار بالابراهيم. الاجابه لمعاذ لم يذكر صح او خطا، وجايبين كلام الدكتور. يعني مثل هذا السؤال نتاكد مع الاعداد وش مثل السؤال حق اسماعيل اللي نسبه الطلاق، كم نسبه الطلاق؟ 78%. ايوه 76 صح. شوف مثل هذا السؤال، اعتقادك عن دورك في الحياه ركن من اركان. احنا كلنا نعرف انه الاتزان، لكن ابو يارا قال غلط، الاجابه هي الصحه النفسيه. مش كاتبين هنا اعتقادك عن دورك في الحياة ركن من أركان، كاتبين الاتزان. إجابة جيبان حسبت صحيحة، إجابة الإعداد هي الصحة النفسية. يعني شلون ناخذ؟ ناخذ الاتزان ليش؟ لأنه حسبها صحيحة في البرايم. مثل هذا بعد حطيت عليه علامة عشان تأكد 100%. وين في سؤال ثاني؟ إيه هذا السؤال اللي آخ اللي مع الكلثي مجاني. من أول من ابتكر البكرات لصناعة أول ساعة وأول ماكينة سفينة؟ معروف. الجواب ابن الجزري. انا ايش قلت بالابراهيم؟ قلت ابن الجوزي. جوزي. ايه كاتبين هنا الجوزي الجزري وليس الجوزي، اخطات فيها لما كنت قوه علي الكلثمي وقلت ابن الجوزي. ما شاء الله على الدقه. في انا به السؤال بالنسبه ايام المدارس وايام الجامعات اذا كثرت المذكرات تصير مشكله بعد. شوف هنا اي ليش انا ابي ابو محمد قاعد يطابقها مع هذه. هل باخذ مال فريق دعم يعني اذا كذي؟ بس شوف يعني نسبة يعني الاختلاف هنا وشو على الأسئلة اللي ما كن الأسئلة اللي صار عليها خلاف. لا طبعا. أنا لأن أتذكر يوم خبرتهم قبل قلت لهم أعطوني صار في الأحداث هذه كامل. أي شوف زي هذا، ها كم نسبة حالات الطلاق التي تحدث سنويا؟ الجواب 67%. إجابة إسماعيل حسبت صحيحة، إجابة الإعداد كانت 40 ألف. كم؟ 67 68. طب 67 أنا متأكد 67. 67 لك انا وياك من حق. شوف قلت 67 الحين. شوف مثل هذا انا اي سؤال يصير عليه خلاف بالبرايم احط عليه علامه عشان اقول وش حسبتوا انتم بالضبط. طيب نبي نحدد وقت حق مراجعه شلون؟ شوف اكون معك صريح، انا قريت قرايه سريعه كذا، ها يعني تعرف اللي اقرا السؤال وافكر كذا لين احفظه، والله تروح بيوم واحد يمكن خلصت قريت برايمين، من بكره قريت برايم. يعني لو كل يوم الحين معنا حنا لين قبل نروح البحر لازم نخلص قبل نروح البحرين. احتمال يقول لك الابراهيم يوم السبت الجاي. لا ما راح يقدم. الا نفس زد رصيدك ترى. معقوله؟ السبت والربوع ابراهيم. تدري اني قاعد افكر به لو رحنا البحرين يوم الاثنين. ايه. الاحد تبي تروح انت. نمشي الاحد الفجر. اخر الاحد. الاثنين نروح الثلوث نرجع. الربوع الابراهيم مستحيل. ايه لازم فيه. الربوع الحفل. ايوه الحفل الختامي. يوم الاربعاء. اي يعني يمكن يصير السبت البرايم. لا تنسوا في ليله اماراتيه اردنيه ويمنيه بالاسبوع هذا. الكلام على وش؟ السبت الجاي يمنيه. الكلام على الاسبوع هذا حلو؟ يمنيه شنو؟ يمنيه محسن. ليله؟ اي ليله يمنيه. صدق؟ اي والله. ما ادري والله. معي الاوراق انا بسلمه له. الكلام على وشو؟ الكلام على اننا من الان كم باقي يوم؟ اليوم وشو؟ اليوم يوم الأحد 69. لا لا الأحد 69. الاثنين الثلاث الأربعاء الخميس الجمعة السبت. الجمعة السبت مثلا إذا تبي تذاكر لين يوم البرايم يمديك تخلص كذا، يعني تقعد يوم ساعة واحدة أقرأ يوم كامل. لا هي سبع برايم. أيوة لازم يوم الخميس والجمعة يكون مراجعة، يعني المفروض الأربعاء تكون مخلص كل شيء. أنا هذه شغلة أنا عصر خالصة حبيت عليك الكلثمي، أنا عصر بخلصها وبكتب ملاحظات اللي عليها وأنتم عاد شوف عدد اللي عندك كيف يطلع، أنا بعطيك الإجابة اللي عندي في الدفتر. كم عدد الأسئلة اللي عليها خلافات؟ أنا لقيت صراحة الحين 16 سؤال. طيب هذولي نكتبهن نعطيهن الإعداد وخلاص. المشكلة في الأسئلة الناقصة بعد ذيك.
نعطيهم الاعداد ونشوف الاجوبه الاكيد من هذيك. ما اتوقع يجيبونه والله. نسال الناس صديق. تذكر في ابراهيم عبد الاله اللي طلع في عبد الاله صح؟ شنو صار في مشكله وطلعوا فاصل صح؟ ايوه راجعنا بعدين هنا جابوا اسئله على طول وكنا على المسرح. ثلاث اعطونا جوله كذي عشان ايوه إيه؟ جوله. هذيك بنسالهم تجي ولا لا بس الجوله ذيك، لان هذيك ما انكتبت هنا ليش؟ لانها ما طلعت التلفزيون. اي ما طلعت هو. فيا طويل العمر يعني لو كل يوم تذاكر لك برايمين يمديك تحفظهم صم. ها طريقتي قبل الاختبارات اعتكف اسبوع كامل. انا زيك مره راجع بس انا القصد راجع ثم يصيدني خبال، راجع ثم يصيدني هبال، راجع ثم يصيدني جنون، وراجع ثم يصيدني راجع. لما بالبرايم في طريقه الخيارات وش تحذف خيار يبقى لك خيارين وفي كل سؤال تقدر صدق بس ينقص من قيمه السؤال. وفي طريقه انك تقدر اذا ما عرفت تحول الواحد وتتقاسم انت وياها نص هذه. يلا زين فيما لو غلط رفيجك ذاك السؤال. اي ما ادري عاد غلط ما يخصم عليك. ما في قوه ثانيه يا حبيبي. يمكن مثلا انت تقولها بحوله ما ادري انا هل في شخص حولة واحد حوله او مثلا اربعه يرفعون ايديهم وانت تنقي واحد. الا ما بيحول حق شخص مثلا مو متاكد. اي مو متاكد يروح عليه السؤال. إيه فانا من حقي اختار اللي حوله له. ان شاء الله ما حوله يا رب. اي ازين كذا وبعدين انك تجاوب بسرعه. اي لازم تجاوب بسرعه ها؟ اظن دقيقه على السؤال. ما ادري والله يمكن اقل دقيقه كثير. من هو ليش؟ لان كم حنا 15 واحد كل واحد 5 اسئله ولازم يطلعون تقريبا كل جوله 6 تقريبا صح؟ ايه بس شوف لو طلعوا 6 اللي انت معهم مثلا مو مراجعين والسته الباقيين ذوليك مثلا كلهم راجعين ان شاء الله يوزنون يعني الموضوع. بس بعض الاسئله يعني خلاص تعرفها مثلا من هو استاذ الايجابيه في العالم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الانسان من عمر سنه 18 سنه كم يتلقى رساله سلبيه؟ اللي على قولتك هذه 50,000 الى 150,000 الى 100,000. انا اتذكرها بالمحاضره 148,000. البطاريه تعد مستودع كهربائي فما هو الشيء الاساسي في تلفها؟ تربط انت تلف البطاريه وشو؟ كثره الشحن. بعدين ما اسم الشريحة الأساسية والداخلية؟ ماذا بورد؟ كم يستغرق فك الشاشة الجوال؟ 5 minutes 5 دقائق. ما الذي يعطي التميز للذات؟ ذات وكانت أنت. هل الشاحن المتنقل له أضرار؟ يقلل من عمر من عمر البطارية. أصلا بتشوف هذا بخير. قبل اتخاذ القرار في أي أمر ماذا عليك أن تفعل؟ قبل اتخاذ القرار دراسة الواقع. أدرس الواقع الموجود. تدري شو الأسئلة اللي أنا أخاف منها؟ من صاحب المحاضرة هذه؟ كذا. الدكتور صالح الأنصاري حدد وجبة واحدة يجب ألا نحافظ عليها. صالح الأنصاري اللي هذه اللي يمشي في الجبال ولا شو اسمه؟ بعدين أنت تفهمها من السؤال يعني من صالح الأنصاري. العشاء وجبة العشاء. لكي تصبح خبير وعالم ماذا عليك أن تفعل؟ 500 صفحة في اليوم. 500 صفحة. طيب هذا تعريف يقول إقناع بالحجة يؤدي إلى اقتناع بالفكرة ثم إلى تطبيق عملي مصطلح علمي لي. How are you girl؟ التأثير باختصار. How are you girl؟ كيف تؤثر؟ طيب من القائل وأنت تتعامل مع الناس إنك لا تتعامل مع مخلوقات ذات منطق ولكن لها عواطف ومشاعر؟ ديل كارنيجي. يعني أنت تحفظ وأنت تتعامل خلاص تقول ديل. لا شلون بحفظها؟ أنا قاعد مع وليد اليوم في شيبان أول مراجعة لي معه. أول مقولة صارت وأنت تتعامل. في طريقة سهلة. مثلا إنك تجمع مقولات ديل كارنيجي. لا لا عندي هيك. طيب لابد ان تزرع القيم بالحياه من خلال امرين اساسيين. بقى وضعيه تاليف الكلمات الغبيه. اي انا كذا مثلا ترى والله اني اسوي كذا مثلا وانت تتعامل اقول شرف كذا نفسيه اقول شرف الكفار للتعامل كذا يعني اعرف انه استغفر الله ربط احيانا غبي بس اربط. لا عندي ربطات انا الله يوريك. هلا محمود شلونك؟ ها؟ دفتر جنب السرير. يقول وأنت تزرع القيم بالحياة من خلال أمرين. لابد أن تزرع القيم بالحياة من خلال أمرين أساسيين ما هما؟ الصلاة والتعليم. بس كذا. ما هما جناحي نجاح المشاريع؟ الترويج. لا لا التسويق. أيوه واللحظة التسويق والسلعة. لا
التسويق والمبيعات. التسويق والمبيعات. أنت ما رجعت فسهل سهل. ماذا تعني رياضة الهايكينج؟ المشي المشي الجبلي. قدرة التحكم بين الأب وابنه إذا كانت نسبة 30 للابن و70 للأب. المالية هذه. مالية. ما الحكمة عندما يؤذن في الإذن اليمنى للطفل المولود والإقامة؟ زرع العقيدة في زرع العقيدة. نعم. في أي عصر يتم استخدام المعلومات والقوة والتكنولوجيا؟ المعلوماتية. عصر الحكمة. يا أخي هذا ما كان شيء اسمه عصر السيليكون أبو محمد. قالها نعم. ها؟ عصر السيليكون يوم كان درس السيليكون أصلاً. صح عصر الحكمة. ظني. ها؟ إلا. ها؟ إلا إلا. الحكمة صح؟ طيب يقول لك هنا كان قاعد يراجع قضايا محكمة ما شاء الله عليه. يحظ. طيب وسيلة إيصال اللغة والكلام ما هي؟ بعض الأسئلة سهلة. وسيلة اللغة والكلام التحدث. الصوت أو التحدث هذا. في حنجرة الإنسان من الداخل يوجد حبال صوتية كم طولها؟ 2 سنتي. 2 سنتي. لتعزز صحتك بأن المشي لديك نمط وأسلوب حياة لابد من وجود هذا بعض الأسئلة إذا قرأتها تخلص تربط معك. اللياقة القلبية التنفسية. أيوة نعم. اليوم إذا ذاك المتين دكتور المتين إيه. أنا دائما كنت أشبك بين أن كل واحد متين تيلا أمراض قلب سبحان الله. أقول أنه قلبه ضيق يضيق عليه الشحم. شيء يعني أنت تقول بس أنك بغيت تمشي دقات قلبك وشون تتنفس. تنفسية نعم. طيب نموذج مرسيدس يحتوي على 3 مثلثات ما هي؟ أذكرك وكانت شوي أحسها عادية سهلة. قول الأفكار والمشاعر والسلوك. أموت وأعرف السلوك إيش دخله في السيارة. المشاعر والأفكار. الحين ليش فاتحين الشبابيك؟ ريحة الميلس الله لا يوريك أول ما دشيت. ماشي مريحة الحين. أنت ماشي مس أول ما جيت ريحته. ثاني الجو حلو. يا أخي حر وبرد. حلو. طيب يقول لك يا شو سبحان الله يديم هالجو لا يغيره. كم تحتاج إلى مرجع لتصبح شخص مميز في حياتك؟ هذا السؤال اللي عليه خلاف نتأكد منه خله. هو يقول كم تحتاج إلى مرجع لتصبح شخص مميز في حياتك؟ الجواب تحديد الميول والقدرة. ما أدري إيش دخل. زين. طيب يقول لك هنا ماذا على الوالدين فعله لتصبح أسرتهم مليئة بالوالدية الإيجابية؟ بعض الأسئلة يعني إيش هاي دكتور الكويتي. الوالديه الايجابيه شو اسمه ايوب ايوب الايوب ايه لا في اي في جانب كويتي حق ماليه الذاكره يا اخي ايوب الايوب ايوب الايوب ها نعم تحتاج فن الانصات يو بغيت تجيب العيد احس بالحب والامان ماذا على الوالدين فعله تتعباك الحب والرحمه صح الحب والامانه والامانه وفي العطف والرحمه في سؤال عليه هذاك بالزواج ابو محمد السؤال كان فيه خلاف على الحب والرحمه ما ادري ايش ايه بين ايش عن الزواج وشيء كذي يجي 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 طيب هذا شلون نربطه ماذا على الوالدين فعله لتصبح اسرتهم مليئه بالوالديه الايجابيه فن الانصات نعم تنصت وبعدين ذكر قصته مع ولده يجي السؤال من كان ايش اسمه من كان زوج زينب رضي الله عنها قبل البعثه وبعد الاسلام ايش اسمه؟ زينب الجحش؟ ايه لا لا من كان زوج زينب رضي الله عنها قبل البعث والاسلام كذا. زينب الظاهر هذه بنت الرسول اللي اعطت القلاده اللي من امها وكذا. اللي هو ابو العاص. اسمه ابو العاص. ابو العاص. زوج زينب رضي الله عنها قبل البعث وبعد. أبو العاص ليكون البيت سعيد ما أجمل ما يقدمه الزوج لزوجته ابتسامة لا وردة وردة لا مو وردة حب الاحترام والحب هنا هذول اللي يقولك الأسئلة اللي سهلة بس يبيلك تعرف هذا يبيلك قسم بروحه يجيك كذا يقولك مثلا احترام حب حب ومدري وش وكذا تتلخبط عاد نفسية البرايم وانت موجود اي نفسي مروق بكون أنا بجيب شموع بحط وردة وبعيش جوي طيب شلون نربط هذا ليكون البيت سعيد ما اجمل ما يقدمه الزوج لازم لزوجته. تمر مرور كامل على مذكره وتقرا وتحفظ شوي تقرا تحفظ شوي ثم مرور ثاني ايش ما كثرت تصغر المذكره في ذهنك
في الحياة الزوجية كلما قربنا من الله كلما اقتربنا من بعض والعكس، فما هو اسم الهرم اللي كان زوج زوجة الله فوق. الله وبين تقرب ايش اسم الهرم؟ هرم السعادة. هرم السعادة، حلو حلو. نظام تخزين البيانات في الأجهزة، شو النظام يعني؟ النظام الثنائي هذاك باينري، عرفته؟ اللغة الثنائية، واحد واحد زي صفر واحد صفر ايه. واحد كذا. انتشار الأخبار في المجتمع عبر وسائل التواصل حسب إحصائية مدينة الملك عبدالعزيز، كم؟ في تويتر؟ وسائل التواصل شيء ومليون، 37 مليون. لا لا، نسبة نسبة انتشار أخبار في المجتمع عبر وسائل حسب إحصائية مدينة الملك عبدالعزيز 71%. توني بقول 70. تراجعت نسبة مشاهدة القنوات والصحف بسبب وسائل التواصل الجديدة، شبكات التواصل الاجتماعي. تحفظ البيانات في الكمبيوتر وتقاس بوحدة تبدأ من البايت، بت، البت، بت أصغر شيء. إيه بعدين بت، بايت. بت نعم. والبايت عبارة عن 8 بت. إيه تمام. من هو مقدم دورة التقنية؟ لحظة، هذا اللي هو السيليكون صح؟ لا، ظهر التقنية اللي يفكك جوالات وكذا. الدكتور اليمني، مو يمني، سعودي ترى. لا يمني، سعودي سعودي، اسمه سالم الزهراني. كيد. إيه لا يا رجل، اللي فكينا وياه التليفون. اي انا احسبه يمني، طلع سعودي. سالم الزهر، سعد دوسري. الحين الحين الدكتور اللي درس عن التليفونات وفتشته عنده كان يمني ولا سعودي؟ لا سعودي. صد؟ نعم مزيني. حجازي عيل. لا مزيني مزيني من سالم الزهراني. الزهراني تبع زهراني. سالم الزهراني يعني من الحجاز هو الزهراني؟ لا لا، من جنوب. من جنوب الباحه وكذا. اي يعني قريب اللهجه من كذي. اقول سبحان الله، ظنيت يمني سبحان الله. ذكر الدكتور أيوب الأيوب في دور الوالد الإيجابية، والدي الإيجابية، قصته مع ابنه. إيه؟ وأنه لم يناقشه بسبب أنه دائما على صح أبوه، اعتداد الرأي، اعتداد بالرأي من الأب. إيه دائما هو صح. عند البدء في صيانة الجوالات وفكه يجب لبس القفازات، تجنب اللي ماذا؟ لحظة إيش اسمه ايش اسمه؟ لحظة مانا نقل الكهرباء، شو الكهربائية؟ الشحنات الكهربائية. شحنات تذكر من ذيك الثاني اسبوع. زين، اغلب الناس يعتقدون انهم هذه جتك خيارات تعرف على طول. قول خيارات، اعطني خيارات. ايجابيون، سلبيون، لا يعتقدون شيء، متشائمون. ايجابيون. ايجابيون. الإيجابية تحتاج في البداية إلى الإيجابية تحتاج في البداية عشان تصير إيجابي، وش تحتاج في البداية؟ الثقة بالنفس. خلصنا برايم الأول، سهل ترجع إلى ثاني مرة، خلاص. وركن الاتزان الأول بمصدر الوجود. السلام عليكم. السلام. أبو علي، هلا بالغالي، كيف الحال؟ ركن الاتزان الأول بمصدر الوجود. أعطيك خيارات: خيبة الظن، حسن الظن، عدم الظن، سوء الظن. عدم الظن. السؤال مرة ثانية. ركن الاتزان الأول بمصدر الوجود. وجود يعني الله ولا وجودي أنا؟ وجود الله. زين، لازم يكون عندك دائما وشو؟ حسن الظن. حسن الظن، تمام. فهم السؤال نصف الإجابة يا أخي. زين كمل. من مقدم دورة خماسية الاتزان في أكاديمية حياتك؟ هذا مال مثالي صح؟ دورة لا، خماسية الاتزان اللي هي الظن، حسن الظن، اللي هي هذولي. من؟ محمد عاشور. أنا كذا لازم أربط هذه بس ما أدري شلون. خماسية، الله يستر. زين شف، خماسية. كم سؤال عندنا تقريبا عن أسماء دكاترة؟ ما أدري والله. واجد ابو محمد. ابو محمد لبيك. اسئله الاسماء الدكاتره في كل برايم يجي مره، في كل برايم سؤال تقريبا، يعني 8 دكاتره. يعني حق التقنيه سالم الزهراني، تمام. حق الاركان الاتزان هذا محمد عاشور. اركان الاتزان يعني اتزان كذا عشان تصير. اذا اللي ظنينا انه سعودي او يمني سالم الزهراني. سالم الزهراني حق التقنيه. التقنيه. حلو. هل كنا قاعدين في الدائره؟ ايوه. زين، من مقدم دوره خماسيه الاتزان؟ محمد عاشور. تحاول تربطها باحداث